شاركتونا، فرحتونا، بعثتم الامل والبهجه في قلوبنا كلنا. حقيقه كل المساجين بيشكروكم على وجودكم معانا. بشكر على محبه الكنيسه، بشكر على محبه السجن وعلى معاملته لينا احنا، وبقول لكل انسان مصري هنا كل سنه وانت طيب. النهارده طبعا احنا في يوم سعيد جدا ان احنا بنهني الاخوه المسيح بالعيد، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انا باكد ليهم ان احنا بنحيا حياه طيبه في ظل تلاحم ما بين طوائف الشعب المصري، مسلميه ومسيحيين. يقطع عنا خلاصا وفرنا خطايا حياه ابديه ما تنؤمن اؤمن ان هذا هو بالحقيقه امين.